نفكر حضراتكم بقائمة الفريق لمباراة النهاردة بعد استبعاد خلاص بشكل رسمي شريف إكرامي زي ما قال لنا زميلنا العزيز شريف شعبان بسبب اجهاد في عضلة السمانة، فبالتالي هو مش متاح في هذه المباراة. إذن القائمة بقت عبارة عن محمد الشناوي، علي لطفي، محمود متولي، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، سعد سمير، علي معلول، أحمد فتحي، محمد هاني، وليد سليمان، حسين الشحات، أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة، وأحمد الشيخ، وحسام عاشور، وجيرالدو، ووليد أزارو، وجونيور أجاي. دي قائمة النادي الأهلي لهذه المباراة، نتمنى لهم يا رب كل التوفيق وبإذن الله يقدر الفريق يفوز في مباراة اليوم. خلينا نروح نشوف أخبار الأهلي في الصحف النهاردة، يلا بينا. أخبار اليوم تحت شعار لا بديل عن الفوز، اليوم الأهلي يتحدى طموحات بلاتينيوم لتعديل موقفه الأفريقي. الجمهورية، الأهلي الجديد يواجه بلاتينيوم العنيد. المسا، قطار الأهلي ناوي يدهس بلاتينيوم، الأهلي أو الأحمر جاهز لانتزاع فوز كبير على بطل زيمبابوي. الأخبار المسائي، تعديل المسار، الأهلي يسعى لافتراس بلاتينيوم وتحسين وضعه في دوري الأبطال. الأهرام المسائي، الأهلي ضد المفاجآت، يلتقي بلاتينيوم بطل زيمبابوي في الجولة الثالثة لمجموعات دوري الأبطال. موقعة السلام، فرصة لتفوق تاريخي ومقاومة الضيوف مستبعد. الشروق، الأهلي يواجه بلاتينيوم بطموح التقدم خطوة نحو التأهل. فايلر، لا يوجد مباراة سهلة وحذرت اللاعبين من انتفاضة المنافس. المصري اليوم، أهلي الرباعيات يبحث عن ضحية جديدة إفريقيا. فايلر يطالب اللاعبين بتصحيح الأوضاع أمام بلاتينيوم، وبطل زيمبابوي يرفع شعار نكون أو لا نكون الليلة. البوابة الليلة، الأهلي يواصل رحلة البحث عن الأميرة الأفريقية بمواجهة بلاتينيوم الزيمبابوي. فايلر يطالب اللاعبين باستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز الثاني على التوالي. الوطن، الأهلي بمعنويات مرتفعة أمام بلاتينيوم للزحف نحو قمة الأبطال. اليوم السابع، الأهلي في مغامرة إفريقية أمام بلاتينيوم الليلة. فايلر يحشد أسلحته لحسم المباراة مبكرا، وبطل زيمبابوي يبحث عن النقطة الأولى من ملعب السابع. الوفد، الأهلي يتسلح بالانتصارات لتخطي عقبة بلاتينيوم. فايلر يحذر من التهاون، وبطل زيمبابوي يسعى للانتفاضة. من استاد القاهرة بنلقي إليكم نهائي بطولة أندية أفريقيا بين فريق النادي الأهلي وفريق كونوكو بطل غانا. طويلة للخطيب، بيحط الكورة يا ولد. العمل العب على طول الكورة، وماشي الخطيب هو واحد بفاضة نفسه ولا برجلك شمال. إن شاء الله ربنا يكرمنا النهاردة ويكرم لعيبة النادي الأهلي. كرة زادتين، وهيجيب جول، يا جول جول جول، يفوز النادي الأهلي ببطولة أفريقيا لأول مرة.